عزيزي برج العذراء، ملك العواطف، أنت قلبك وروحك أقوى وأكبر من جسدك منذ صغرك، وأنت مميز منذ صغرك، وأنت أو أنت عجيبة، ونورك ذات لون غير معروف، أنت محاطة بهالة سماوية نورها ليس من هذا العالم، بل سماوي، لونها غير معروف، ليس لا أزرق ولا أخضر ولا أحمر، بل لون غير معروف، لون سماوي نجهله كبشرية طبعا. أنت تلقائية، عفوية، بعيدة كل البعد عن التمثيل، عن التصنع، ولا تحبين السطحية والتفاهة. أما بالنسبة للحبيب، لهذا الحبيب، أرى هنا حب، حب كما أقول فياض، حب كبير، حب جميل جدا، حب نقي طاهر صافي. شوفوا يا له من صفاء، يا له من، شوفوا صفاء الماء، مثل صفاء الماء صافي، مثل صفاء الماء. بالنسبة لحبيبك، أنت ملاكه، أنت ملاكه الجميل الذي يدخل البهجة إلى حياته، أنت الحنان السماوي النادر، لأنه يرى فيك صفات وميزات قيمة، صفات وميزات لا نراها في أيامنا هذه، قيمة جدا. أنت روح نبيلة جدا، صادقة، دائما مبتسمة، وأخلاقك حسنة، دائما سعيدة، تحبين مساعدة الآخرين، لكن ليس تحبين، بل هذا شيء نابع من قلبك، يعني بدون شعور، يعني بتلقائية وعفوية، دائما تحبين مساعدة الآخرين ولا تنتظرين لا شكر ولا مقابل، يعني vous êtes altruiste، تساعدين ولا تنتظرين المقابل، لأنه طبعك هكذا، هكذا خلقك الله سبحان الله، وما أجملك وما أروعك. أنت حساسة بزاف، هذا الحبيب يشتاق إليك شوق المجنون، يحترق، يحترق شوقا. لا تخلوني نزيد الكارت. لديكم كارتات جميلة بزاف. هذا الحبيب أراه، نعم، يشترق، عفوا يشترق، لا، يشتاق إليك، يحترق، يحترق شوقا، ويريد أن يذهب إليك، لكن هناك شيء يمنعه. هذا الحبيب يشتاق إليك بزاف، ويريد المجيء أو يريد الاتصال بك، لكن هناك شيء يمنعه. هذا الحبيب أراه حزين، حزين في حياته اليومية، أراه يشتاق بزاف لصوتك، يعني يشتاق لسماع صوتك والحديث، حديثك، ولسماع حديثك الرائع. أنت تتحدثين بنبرة جميلة، بنبرة لطيفة، ويفكر فيك، يفكر فيك بزاف. هذا الحبيب يراك أجمل ما في الكون، يراك فاتنة رقيقة، vous êtes tendre douce très très féminine، يعني أنت، نعم، لطيفة رقيقة، ما قلته سابقا، وفي غاية الأنوثة، وهو يحب ذلك كثيرا. هذا الحبيب في حياته اليومية هناك اضطرابات ومشاكل يهرب منها بالتفكير في هذا الجمال. هذا الحبيب أراه أنه يشعر بأنه ضائع، وأنه فقد منبع الحياة، منبع السرور، وهذا الحبيب فقد حتى الرغبة في النهوض من السرير في الصباح، ما عندوش الجناح حتى ينوض، يعني في الصباح عندما فيش كينوض، ما عندوش الجناح حتى ينوض ليقوم بأعماله اليومية. أراه حتى فقد حتى الشهية، يعني حتى لا يأكل جيدا،
لماذا؟ لأني كما قلت هناك شوق، شوق يا ربي، نعم شوق، أشواق في قلبي، شوق، هناك شوق يحرقه، معذب، مؤلم، ويفكر فيك بالليل بزاف، يفكر ويفكر كثيرا، ويفكر في طريقة يفكر في طريقة لكي يكون معك. قد يكون هنا طرف آخر، بلاتي خلوني نزيد الكارت، لكن أنا أرى أن هذا الحبيب مغرم، هذا الحبيب مغرم، وأرى هنا حب نقي. ربما أنت أحيانا تفكر أن تستسلم وأن هناك الكثير من العوائق والعقبات، لكن كتقولكم شوفوا سبحان الله، كتقولكم هذا كوني قوية، لا تستسلمي. لماذا؟ لأن هذا الحب مكتوب في اللوح المحفوظ السماوي. لا يعني أنا ما أرى أن هناك حب جميل جدا، ربما هناك طرف آخر، لكن بالنسبة لهذا الحبيب لا يمكنك أن تتخيلي كيف يراك. أنت الجمال في الجمال، ولا يراك فقط جميلة بعينيه وبروحه كذلك. أكيد أنك جميلة وفاتنة، لكن بالنسبة لهذا الحبيب أنت جميلة وفاتنة 100 مرة، مليون مرة أكثر مما يعني إذا كنا يعني إذا بالمقارنة مع كيف يراك الآخرون. بالنسبة لهذا الحبيب أنت أجمل ما في الكون، لكن ليس فقط جسديا بل روحيا. هذا الحبيب يحبك يعني روحيا، بينكما صلة روحية قوية بزاف، جميلة، خيط لا يمكن أن نقطعه. لذلك كتقول لك هذا الكارت أن هذا الحب لا يمكن الفرار منه لأنه مكتوب. وهذا الحبيب كما قلت أراه أنه يشعر أنه مسكين ضائع، لأنه فقد منبع الحياة والسرور، السرور عفوا، الذي هو أنت. الأبراج التي أراها مائية، عقرب، سرطان، وحوت، ترابية، جدي، ثور، وعذراء مثلك، وكذلك نارية، قوس، حمل، وأسد. هذا الحبيب قد يكون هذا برجه. أنت أراك سعيدة بكل شيء، بكل شيء في حياتك، وتدركين أن هذا الحب وصل إلى حياتك لتكوني أجمل، لتكوني أقوى، لتكوني أفضل. لذلك لا تستسلمي، لتكوني أكثر إيجابية مهما كانت الأوضاع. أنت وهذا الحبيب عشتما مراحل مختلفة، لكن الآن حان الوقت لبداية مرحلة جديدة معا. أنا أرى هنا يعني قد يكون العائق أن هناك طرف آخر، لكن هذا حب يعني بيور وكبير جدا، ليس حب عادي. وبينكما صلة روحانية، لا يمكنك أن تتخيل كيف يراك، كما لو يعني كما بحال كما لو لم يكن نساء فوق سطح الأرض، فقط أنت هكذا يعني في عينيه، أنت وأنت يرى فيك يعني أشياء لم يراها أبدا أبدا، يعني في شخص آخر، وهو مع شخص آخر لكنه غير مرتاح. هو يعيش يعني في حياته اليومية يشعر بأنه ليس مكانه المناسب، وأن مكانه معك أنت، أنت أو معك أنت. يشعر أنه يفقد أجمل ما في حياته، أجمل ما حدث له في حياته هو أنت. وأرى أن في حياته سيحدث له شيء سيجعله يدرك مدى قيمة نورك في ظلام اكتئابه. أنا أراه حزين بزاف ويشتاق بزاف إليك، ويريد أن يتصل ويريد أن يراك، لكن هناك من يمنعه. لكن أنا هذه الكارتات الأخيرة تقول لي أن
أن هناك، شوفوا، الله ما لها من قراءة رائعة، الله الله الله. قلت لكم أن هذا الحب غير عادي، هنا صلة روحانية سماوية، هنا خيط يجمعكما لا يمكن قطعه، وهذا هذه الكرت الأخيرة تقول لي تتحدث عن مستقبل زاهر، مستقبل مشرق، مستقبل رائع، أجمل من رائع، لأنك أنت نوره وهو الآن في ظلام وفي اكتئاب، لكن هذا الحبيب يرغب كثيرا وسيفعل، يرغب كثيرا بإثبات حبه، مدى حبه الكبير لك، وسيفعل ذلك، سيفعل ذلك. لماذا؟ لأن هنا حب، يعني حب سماوي كما قلت، صلة روحانية قوية بزاف وجميلة، حب صافي بزاف وكبير غير عادي، حب لا ينتهي. وتتكلم هذه عن تغييرات مهمة جدا، تغيير مهم في حياتكما، وأن الحياة ستجمعكما، لأنه كما قلت هذا الحب مكتوب في مكتوب في اللوح المحفوظ السماوي، لذلك لا تخافوا، لا تترك الإيجابية تهرب منك أبدا. أرى حياة مليئة، نعم مليئة مليئة، أصر بالسعادة والفرح، قراءة أكثر إيجابية، أكثر قراءة يعني إيجابية بزاف، أجمل القراءة يعني حيث المستقبل، لأن القراءات الأخرى لم أرى يعني جواب عن ماذا سيحدث في المستقبل، لكن أنت نعم في هذه القراءة، نعم يا لها من قراءة سعيدة، سعيدة بزاف. هذا الحبيب يرغب بإثبات مدى حبه لك وسيفعل، لذلك أرجوكم الكثير من الهدوء والسلام والاسترخاء والدعاء، الكثير من الدعاء والإيمان النابع من الروح، الكثير من الدعاء يستجيب دعوة الداعي إلى إذا دعاني، الكثير من الصبر، وستعيش نشوة روحية، لأن الله سيحقق حلمك، الله سيحقق حلمك، الله على قراءة يا ربي، الله على قراءة كم هي متفائلة وإيجابية، الله غادي يحقق، أنت ستعيش نشوة روحية روحانية لن تصدق، معجزة، يعني هذه يعني أقوى حتى من المعجزة، وأحلامك ستتحقق، حلمك الجميل مع هذا الحبيب سيتحقق. خليوني نشوف الرسالة الأخيرة. التفكير الإيجابي، ما كنت أقوله، لا تتركوا الإيجابية تهرب أرجوكم، لأن دابا غادي نقرأ لكم الرسالة، فقط أنا أرى أنها تتفق معي، الكثير من التفكير الإيجابي، لا تترك الإيجابية تهرب منك أبدا أبدا، لأن الله معنا، يجب أن يكون لديك إيمان قوي ومطلق بأن الله معك، بأن الله سييسر أمورك دائما، الله يقول للشيء كن فيكون، لا تفقدوا إيمانكم ولا تفقدوا الأمل، الكثير من الصبر، هناك حلمك المقدس سيتحقق بحول الله إن شاء الله، والحمد لله، نحمد الله كما لو تحقق اليوم، وأنا أقرأ ذلك، تخيلوا أنتم وصدقوا. تفكير إيجابي، التفكير الإيجابي مهم جدا لخلق حياة صحية وحياة وفرة. التصرف أو الطبع الإيجابي يغذي التفكير الإيجابي، والأهداف الإيجابية هي مفاتيح السعادة. لا تقلق، ابقى في طاقة الحب، ابقى في طاقة الحب، ابقى في طاقة الحب أرجوك، يعني لا طاقة الحب، يعني إذا كنت تحب هذا الحبيب واصل، أحبيه، إذا كنت تحب لا يمكنك الهروب من الحب. وطبعا هذه الرسالة تتكلم عن الحب والمحبة، أحبي كل ما حولك سترين المعجزات السماوية بعينيك، وأنا أنتظر منكم التعليقات يا رب،
يا رب انتظرها واعرف انها ستصلني، اعرف انكم ستكتبون لي تعليق لن تصدقوه حتى انتم، حتى انا لن اصدق التعليقات الايجابيه بعد هذه القراءه الايجابيه الجميله. اتمنى لكم الكثير من الخير والمحبه والسعاده والسلام. و